السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنستكمل شابتر 5 اللي هو سيمبل ميكانيزمز. المره فاتت حكينا عن الانفيرجنز للسلايدر كرانك ميكانيزم، حكينا عن انفيرجن نمبر 3 وانفيرجن نمبر 4. اليوم هنحكي عن انفيرجن نمبر 2. انفيرجن نمبر 2 يعني هنثبت لينك رقم 2 ونحرك 1. في الاساس واحد عند السلايدر كرانك اللي هي 4 لينكات، الارض 1 والكرانك 2 والكونكت رود 3 والسلايدر 4. عند النقاط هذه A B C D. الآن اللينك واحد، اللينك واحد ثابتة وفيها طرفها ريفليت جونت، هيها عند A، الطرف الثاني سلايدنج جونت D. الآن اثنين جايبين A و B وعطرفها في ايش؟ ريفليوت وريفليوت. ثلاثة جايبين B و C، هاي عندي ريفليوت وريفليوت. وأربعة جايبين C و D، أربعة السلايدر طرف منه في عندي ريفليوت والبير الثاني اللي هو السلايدنج بير. هذه هي اللينك السلايدر كرانك انفيرجن نمبر 1. في انفيرجن 3 ثبتنا 1 ذكرين، وحركنا ثبتنا 3 وحركنا 1. في انفيرجن 4 ثبتنا 4 وحركنا 1. اليوم حنثبت 2 ونحرك 1. عندنا هنا فيديو بس خلينا اثبت. زي ما انتم شايفين عندي هنا ريفليوت، هاي A، وعندي ريفليوت عند B وريفليوت عند C وسلايدنج عند D. وهذه اللينك اللي هي 1 ثابتة، وهذه لينك 2 ولينك 3 ولينك 4. طبعا هاي A B C D. الآن هو حيثبت 2 ويحرك 1. خلينا نشوف. لسه احنا ما انتقلناش، لسه ما ثبت. احنا هنثبت 2 يعني هنثبت 2 عندي هاي A B C D. هذه لينك 2، هذه 3، هذه ايش؟ 4. حنثبت 2 ونرخي 1. حتلاحظ 2 لما نثبتها جايه هذه حتصير ثابته، جاي على طرفيها ريفليوت عند A وريفليوت عند B.
يعني هاي عندي ايه، هاي عندي ريفوليوتين، هاي ايه وعندي ريفوليوتين، هاي بي. طبعا هذا حتكون الثابتة اثنين ولا واحد؟ اثنين. الآن بي سي في على طرفها ريفوليوت، هو ريفوليوت يعني هاي بي سي، هين في ريفوليوت، يمكن انا عشان شوي شوي نعملها، هاي بي سي في اطرافها ريفوليوت وفي ريفوليوت اللي هي بتمثل لينك ثلاثة. الآن السلايدر أربعة في على طرفه ريفوليوت جاي مع، يعني ريفوليوت جاي بين ثلاثة وأربعة، معناته حرسم السلايدر هاي ريفوليوت وفي إيش سلايدنج، معناته هذه أربعة نشيل التثبيت أربعة اللي هو البلوك في إلو ريلاتيف روتيشن مع لينك ثلاثة وإلو ريلاتيف سلايدنج مع واحد، معناته هذا اللينك إيش يمثل واحد، هاي أربعة البلوك سلايد with respect to واحد صح، وأربعة فيها لحركة روتيشن نسبي مع ثلاثة. وضع كيف في الريبريزنتيشن، أنا هكون عندي هين عند هاي ايه ريفوليوت جوينت، هاي ايه وعند بي ريفوليوت جوينت، هاي بي، معناته اللي ثبتناها احنا رقم اثنين صح، هذه A وهذه B. B أو لينك ثلاثة هيكون في عندي لينك هين اللي هي C، في عندي هالريفوليوت. الآن أربعة جاء فيها ريفوليوت وفيها سلايدنج، هاي أربعة هذه ثلاثة وهذا السلايدر أربعة، وأربعة سلايد بالنسبة لإيش؟ لواحد. حصلت على نيو ميكانيزم. خلينا نشوف السيميليشن تاعها. لقيت أربعة، ليش ما عمل لينك بين سي، يعني لينك بين سي ودي بعدين عمل سلايدر؟ لا طلع كيف انا بديت، انا حكيت لك اثنين ثبتناها ثبت الان عند بين A و B، بين A و B هين في ريفوليوت وهين في ريفوليوت، بعدين الان ثلاثة جاء على طرفها ريفوليوت وريفوليوت وثلاثة it rotates بالنسبة لاثنين، هاي عند B وهاي C لسه ما حطتش البلوك. الان أربعة البلوك نفسه اللي هو هذا أربعة البلوك نفسه في له روتيشن عند سي، هيها وفي سلايد، يعني ممكن أحط هين كمان سي ودي، السلايد أسميها دي اللي هو سلايدنج بير، السلايدنج بير. لاحظ السي ودي يعني مبينين كأنهم منطبقين على بعض، فأربعة سلايد بالنسبة لواحد، وواحد بتعمل روتيشن حوالين A، هاي واحد
تعمل روتيشن حول، يعني هاي واحد جاي طرف روتيشن والطرف في سلايدنج بير. وضحت؟ يعني ممكن هذا اللينك يعني رقم أربعة ممكن غيره كمان في مسألة تانية، فيكون الشرط انه لينك، يعني ممكن يكون بلوك ممكن يكون شرط تاني. ما هو البلوك اتز ا لينك. ايش اللينك؟ ايش احنا حكينا تعريف اللينك؟ بوصل بين، بيكون في لها ريليتيف موشن مع الاذر لينكس المكونه للميكانيزم، وفعلا هي لها ريليتيف موشن. هي يعني هاي السلايدر في له روتيشن موشن بالنسبه لثلاثة، وفي سلايدنج موشن بالنسبه لايش؟ لا واحد. طيب بالنسبه للروتيشن بالنسبة كمان مرة اصبر شوي لسه ما خلصناش، خلينا نشوف الانيميشن تاعها الان. هو راح هو نفس الكلام اللي حكيته بحكيه تقريبا. الان هو حاليا البي سي بيعمل دائرة مص قطرها ايش؟ ثابت. البي سي هاي البي سي، لانه هين عندي الجوينت وهين جوينت، خلص بي سي ثابت طولها. اللي بتغير الان لاحظوا اللينك هذه اللي هي واحد كان هين طولها، هين صارت صار السلايدر طلع لبرا، صح؟ معناته بي سي فيكست لينك طوله ثابت، لكن لينك واحد لانه بتغير لما اصل هيك بيصل للماكسيمم بوزيشن. طبعا لاحظوا السلايدر بيصل ابعد نقطه له لما يكون ايش؟ اللينك بي سي، لما يصير اللينك واحد افقيه، اللينك واحد افقيه بيصل ابعد موقع له على الشمال. لما نكمل لف هيصير على الجهة الثانية بيصل أبعد موقع له. معناته هذا هو التو إكستريم بوزيشنز. الآن يعني حكوا عندي وان إكستريم بوزيشن، هاي عندي هاي وان إكستريم بوزيشن ماشي، وهاي إكستريم بوزيشن ثاني. هذه الزاوية اللي هي الفورد ستروك أو الكاتينج ستروك، الزاوية الثانية اللي هي زاوية الرجوع الريتين ستروك. لاحظ زاوية الفورورد أكبر، معناته الكويك ريتين ريشيو أكبر من واحد، معناته بروح بطيء وبرجع سريع. نعم لا انا بحكي الاكستريم بوزيشنز، يعني اكثر شيء ممكن يبعد يمين او شمال لما يكون هذا افقي. اذا طلعت لفوق ماشي حيكون اقل، معناته هاي وان اكستريم بوزيشن هاي وان اكستريم بوزيشن. لما يكون هذا واحد يكون افقي، واحد يكون ايش؟ افقي. يعني الان هو حيمد حيمد افقي، حيلف حيلف بي سي. هو ايش اللي سواه؟ راحوا بس عمل خلينا ارسمها. هاي الميكانيزم الاصلي عندي، هادي اي هادي بي هادي بي سي هاي البلوك، وهي واحد هو الاصل يعملها زي هيك عشان ما يصيرش خربطه. راح مد بس يعني ضاف على اساس بده يعمل اشي يبين عمل اشي، ومد هذه وحط كاتينج تول هين، والكاتينج تول سمح له يتحرك باتجاه الافقي، تحرك باتجاه الافقي. هنا عندي حاط ريفوليوت جوينت.
هذه المنطقة من هالأهين استطلاد الكرانك عادية مظبوط؟ بس ماخذ الموشن من وين؟ من لينك واحد، من لينك واحد. لينك واحد وين الانبوت جاي؟ عند بي سي. بي سي بتعمل كومبليت روتيشن. خليك معي، بدك تسأل اسألني أنا مباشر. أقول لك زي نظام الفريزر هذا؟ لا، زي نظام ماكينة القشط، مقشطة. مقشطة بتكون رايحة بتروح 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 بطيء وترجع سريع. طيب طبعا السلايدر او الكاتينج تول هذا بتحرك افقي. الان حشوف لك تو اكستريم بوزيشنز، حتشوف انت التول بيروح بتوين ماكسيمم اند مينيمم بوزيشن. يعني هاي عندي هاي وان بوزيشن، هاي وان بوزيشن، وان اكستريم بوزيشن، هاي انذر اكستريم بوزيشن. مظبوط. على الدائره الاكبر. صحيح، على الدائره. صحيح، حيكون انه اللينك واحد افقيه، هتمثل الاكستريم بوزيشنز تاع الميكانيزم. هذه الزاويه الكاتنج ستروك، الزاويه الثانيه هذه ايش؟ الريتين ستروك. هاي حجيب لي السكند اكستريم، حتكون هين. هادي كاتينج ريتين، كاتينج ريتين. طبعا الكويك ريتير ريشيو اللي هي بتساوي الكاتنج ستروك او الفور ستروك على الريتين ستروك. هنشوف ايش ابلكيشن. هيك خلصنا الفيديو. يعني عشان احسب الكاتنج ريشيو هيكون عندي تو اكستريم بوزيشنز، هاي اكستريم بوزيشن هين، هاي اكستريم بوزيشن. طبعا الرسمة مش واضحة. الان هذا حتلف دائرة كاملة، دائرة كاملة. لما تصير هذه افقية، هاي وان بوزيشن، والدائرة الثانية على الجهة الثانية،
ماشي، فهذا حتكون الكاتنج ستروك او الفورد ستروك، وهذه ريتين ستروك. الكويك ريتين ريشيو بيساوي الزاوية هذه ألفا مثلا، لو هذه كانت ألفا على 360 ماينس ألفا. الآن نوع تاني من اللينكات اللي هي دبل سلايدر كرانك ميكانيزم. بيختلف الجيومتري، اختلفت، بدك تحسب تعمل حسابات. يعني انت عندك مثلث، انت عارف طول اللينك هذه وعارف المسافة هذه، تقدر تعرف تحسب الزاوية هذه، تعرف الزاوية هذه، بعدين هذا مثلث متساوي مستقيم تحسب الزاوية هذه. وضحت؟ يعني حساب مثلثات، اللينك المسافة بين A و B معروفة، واللينك BC ثابت معروف، فبتقدر تحسب ايش؟ الزاوية هذه، وهذه بتساوي هذه، تحسب هذه. طيب فين ما يسمى الدبل سلايدر كرانك ميكانيزم؟ دبل سلايدر من اسمها، في عندي تو سلايدرز، في عندي التراك عبارة عن مسارين، التراك ثابت في مجال للحركة باتجاه الرأسي، وفي مجال حركة بالاتجاه الأفقي. في بلوك عند A، في بلوك هين، عندي هين بلوك اللي ممكن سلايد فيرتيكالي، في بلوك هين اللي ممكن سلايد افقي، وفي لينك بينهم، في لينك بينهم. الارض هذه ثابته، واحد ثابته، عندي هاي A B، يعني في عندي تو ريفليو جوينتس بين A و B، وفي سلايدنج جوينت هي ممكن نسميها سي، وهين سلايدنج جوينت دي. معناته او عندي ريفوليوت بير عند بي، ريفوليوت بير عند اي، سلايدنج بير عند دي، سلايدنج بير عند سي. الاكس هذا او الصليب هذا ثابت، حركش، معناته في تو سلايدنج موشنز، إذا هذا بيكون نازل هذا بروح الشمال، إذا بيكون طالع هذا بروح إيش؟ يمين. معنات نوع الحركة البلوك A عبارة عن حركة خطية في اتجاه الرأسي، حركة البلوك B خطية في اتجاه الأفقي، حركة الكونكتينج رود AB عبارة عن حركة جنرال بلان موشن، حركة مستوية، يعني في روتيشن وفي الترانسليشن. هذا المسار الدكتور بيكون مسكر صح؟ نعم. المسار تبع بي بيكون يعني مسكر. لا، ممكن تنزل لتحت. طب مش ممكن يصير فيه ولا يمكن يصير تقاطع. طبعا هو بدي اختار، تكون بدي اختار طول بلوك ما يكونش بالضبط، حتكون اطول. عشان اذا كان اقل ممكن ايش يعترس، صح؟ فلازم يكون ايش اطول. الآن لو أخذت، حكيت هاي الـ XY، هذا اعتبرتها أخذت نقطة، أخذنا نقطة هين، نقطة B، نقطة B، الـ X تاعتها إحدى، يعني هاي الـ X axis، هاي Y، الـ X تاعتها شو تساوي؟ الـ X
اللي هي عبارة عن بي كيو صح؟ بي كيو ايش يساوي؟ اللي هو ايش؟ بيساوي هذه الثيتا بيساوي اي بي كوساين ثيتا صح؟ والواي بيساوي بي ار والبي ار ايش يساوي؟ بيساوي بي بي ساين ثيتا معناته لو قسمت الاكس على اي بي بصير عندي اكس على اي بي بيساوي كوساين ثيتا واي على بي بي بيساوي ساين ثيتا هاي معادلة واحد ومعادلة اثنين لو ربعت واحد وربعت اثنين وجمعته مع بعض بصير عندي اكس تربيع على اي بي تربيع زائد واي تربيع على بي بي تربيع يساوي كوساين تربيع زائد ساين تربيع بيساوي واحد ال A B خلينا أسميه A خلينا نحكي ال A B أسميها A وال B B خلينا نسميها إيش B يعني هذه حصير معادلة X تربيع على A تربيع زائد Y تربيع على بي تربيع بيساوي واحد هذه معادلة ايش؟ اللبس عشان هيك بسموها الليبتيكال ترامل يعني اخذت نقطة على اللينك بي سي اللينك البوينت بي هذه it will trace an ellipse الميجر اكسس تاعه A اللي هو AB والمانر اكسس اللي هو B لو كانت A تساوي B يعني نقطة هذه بي في النص ايش حتعطيني دائرة حتعطيني دائرة لو كانت A بيساوي B بيصير عندكو X تربيع زائد Y تربيع بيساوي A تربيع هاي تسمى الليبتيكال ترامل تطبيقات الآن حنشوف ما يسمى السكوتش يوك ميكانيزم تطبيقات نعمل انفيرجن لها في سكوتش يوك ميكانيزم بتعطيني سيمبل هارمونيك موشن وفي عنا اللي هو الاولد هام كابلينج ممكن اوصل تو شيرتس بنفس الفكره الان حنشوف تطبيقين نعم دبل مثلا بامب ايش عند دبل بامب اللي هو ايوه ممكن ايوه دبل بامب بتكون طريقين ممكن يصير برضه دبل بامب نفس الفكره الان حنشوف ابلكيشنز نعم لا 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 بيكون عندك تو بيستونز وسهم واحد بيسحب واحد بيسحب واحد بضخ ببدل بيكسب الـ بيكسب الـ يعني بيكون على طول شغال بالضبط الان السكوتش يوك ميكانيزم بتحول الحركه الروتري موشن السكوتش شوك ميكانيزم هي اساسا اصلها اللي هي دبل سلايد كراك ميكانيزم هي احد الانفيرجن ساعتها الانفيرجن ايش بنسوي في الانفيرجن بنثبت لينك وبنرخي لينك مظبوط خلينا نشوف الفيديو خلينا نشوف دبل يعني كيف الموشن تاعتها بيصير في الاول طبعا الدبل سلايدر خلينا نشوف في الريبرزنتيشن تاعها في الاول هاي المسار
والمسار هذا ايش ماله؟ ثابت. في بلوك هين وفي بلوك هين وفي بينهم ايش؟ لينك. يعني عندي هين بدأ عندي اللينك واحد اللي هو هذا ثابتة. اللينك واحد ثابتة. اللينك واحد جاي عليها تو سلايدنج بير. هاي سلايدنج بير هين وسلايدنج بير هين عند A و D. هاي سلايدنج بير سلايدنج بير. ما زال فيه نعم. معلش الرموز هذا حتى تكون يعني معروف كل واحد ايش ايش بيعني. كمان مره السؤال الرموز بتكون مصوره. خلص هذا معناته سلايدنج. هذا رمز. ايوه بس. انت حضرت محاضرات قبل هيك؟ بس الفات والله ما حضرتهاش. ماشي عشان هيك جديد عليك المعلومه. طيب لان عندي هنا سلايدنج بير وهنا سلايدنج بير. الان معناته اذا في هنا سلايدنج وهنا سلايد معناته في هنا بلوك سلايد وهنا بلوك سلايد صح؟ هاي هذا عند A مش مبين عندي هذه A ولا B. طيب هاي عندي هذه اثنين وهي أربعة يعني هذه ثلاثة وهذه اثنين وهذه إيش أربعة وهذه إيش واحد. واحد is fixed وفي بلوك اثنين وبلوك أربعة سلايد بالنسبة لهم. وبلوك اثنين وأربعة موصلين بلينك ثلاثة من خلال ريفوليوت وريفوليوت جوينت. هاي اثنين واربعة عندي هين ريفوليوت وهين ريفوليوت. هاي بي وسي لينك ثلاثة. كمان مرة عندي لينك واحد ثابتة وفي تو لينكس او تو بلوكس وممكن سلايد. فعندي هاي عندي سلايدنج بير هين وفي سلايدنج بير. ات ايتش بير يعني عند يعني في سلايدنج معناته في لينك اللي هي رقم اثنين بلوك اثنين سلايد بالنسبه لواحد. وفي هنا سلايدنج معناته بلوك هذا اللي هو اربعه بنسميه اربعه سلايد هين. الان بين بلوك اثنين واربعه وصلهم بلينك ثلاثه هين في ريفوليوت جوينت وهين ريفوليوت جوينت. هاي ثلاثه هاي ريفوليوت وهاي ريفوليوت. وضحت؟ نعم. ايش الاكس والواي؟ المسار والسرعه. ما لها خاص انا بعبر عن السلايدنج ما لهاش خاص في الاتجاه هذه. انا بعبر انه في ريليتيف سلايدنج بغض النظر عن الاتجاه. انا بحكي عن حركه نسبيه مش حركه مطلقه. المسار اللي هو واحد دكتور المسار كله اعتبرنا واحد؟ طبعا ثابت لانه هي هذا قطعة واحدة. هاي واحد في عندي هنا سلايدنج بير سلايدنج بير. هاي سلايدنج بير وهاي سلايدنج بير. هذه لينك اثنين وهذه البلوك لينك اربعة. وبينهم ايش؟ ثلاثة اللي هي اللينك هذه. طيب نشوف ب 3D
الان حيعمل انيميشن طبعا هو ماخذ نقطة في النص ام ونقطة برا تي. نقطة في النص هتعمل دائرة والنقطة تي ايش هتعمل؟ اللبس. نقطة تي هتعمل اللبس بس لانها برا بدها تعمل اللبس طويل افقيا هتعمله طويل رأسيا. هو انا وين موجودة بس انتم مش شايفينها. الله يكون بعونكم فعلا. ماشي. نعم. يعني واضح انه في اللبس وفي دائرة. جزاهي. طيب. خلينا نشوف 3D موديل. لاحظوا كيف تي تتحرك للبس وام بتعمل ايش؟ دائرة. لاحظوا حركة البلوكات. هذا سؤال مهم. الان حورجيك كيف هو هاي السؤال كيف يتم تحريكه. خليني اورجيك اللي هو 3D. ثواني بس. لانه صار مهم كثير لانه اللينك ثلاثه اللي واصله بين التو بلوكس جنرال بلان موشن فصعب تحركها. الان ايش هو راح سوى؟ حط هذا اللينك وفي موتور راكب على هذا. هذا اسمه جنيفا لينك. تعمل حركه دائريه متقطعة زي في مكان التعبئة. طبعا ممكن تكون أربع فتحات فيها ممكن تكون ستة. أنت بتتحكم في العدد حكم إيش التوقف عدد مرات التوقف. الآن خلينا نشوف هو بيحكي إنه هذه لينك ثلاثة هذا اثنين هذا أربعة هذا سلايدنج بهذا الاتجاه هذا سلايدنج بهذا الاتجاه وهذه بتعمل بيور روتيشن. نعم. هو انا بدي احرك انا بحرك الجنيفا لينك اللي هي هذه هو بس فرجاك الموشن ورجاك حاله التقطع. خلينا نعملها انفيرجن. نعمل انفيرجن احد الانفيرجنز خلينا نخلي هذه هاي هذه واحد هذه اثنين هذه أربعة هذه ثلاثة. الآن نعملها انفيرجن نثبت نرخي واحد ونثبت لينك ثانية نشوف السكند انفيرجن حين انا حيثبت لينك اثنين نفس الشيء. طبعا هو حيورجينا اللينك الأصلية اللي هي هذه الوضع الطبيعي الستاندرد.
عندي هنا سلايدنج جوينت، سلايدنج جوينت واحد ثابته، اثنين بلوك اثنين سلايد بالنسبه لواحد، واربع سلايد بالنسبه لواحد، وبلوك اثنين لوك اربعه موصيم لونك بلينك ثلاثه من خلال تو ريفوليوت جوينتس. الان هو حيثبت لينك اثنين، لينك اثنين حيعطينا السكوتش جوك ميكانيزم، يثبت لينك اثنين ويرخي واحد. الان حنثبت اثنين ونرخي واحد، يعني هذه لا خليها، خلي هذه زي ما هي للمقارنة، خلينا نعمل واحدة جديدة. هاي عندي هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، وهاي واحد. احنا واحد كانت ثابتة، حنرخيها ونثبت ايش؟ اثنين. اثنين يعني احد البلوكات حيثبت. بيصير واحد في سلايدنج، واحد وهو سلايدنج بتحرك. واحد في سلايدنج، واحد هو سلايدنج بتحرك. حتشوف الان. خلينا بس نقدم الفيديو. نثبت هنا. احنا حكينا حنثبت اثنين، لاحظ اثنين جاي على طرفها. ريفوليوت جوينت وسلايدنج جوينت، لحظة، هاي ريفوليوت جوينت احنا حكينا احد طرف عليها ريفوليوت، هاي ريفوليوت، الثاني في سلايدنج، هاي سلايدنج هادي اثنين وهادي ايش؟ اثنين. الان الريفوليوت او اثنين هادي ماسكه في البلوك الثاني، هاي البلوك الثاني هذا مش هادي اثنين، هادي اثنين من خلال لينك ثلاثة، اللي هاي لينك ثلاثة، هاي ريفوليوت، هاي بي، هاي سي، هاي البلوك الثاني هذا اثنين، هذه ثلاثة، وهذه ايش؟ أربعة. وأربعة سلايد بالنسبة لواحد، أربعة سلايد بالنسبة لايش؟ معناته هذه ايش؟ واحد. كمان مرة، أنا ثبتت لينك اثنين، هاي ثبتت لينك اثنين، لينك اثنين على طرف في سلايدنج وعلى طرف ريفوليوت، هاي لينك اثنين وفي طرف هين، خلينا نحكي عقبالها في عندي ايش؟ هذه اثنين وهذه اثنين. الآن في لينك ثلاثة تيجي بعد جاية ريفوليوت هين، هاي لينك ثلاثة، وعلى الطرف تاع لينك ثلاثة في ريفوليوت جوينت، هاي ثلاثة، ثلاثة راكب عليها السلايدر أربعة اللي هو هذا،
هذا ايش؟ 4. 1 سلايد بالنسبه للاثنين، هاي 1، الاثنين هي ثابته، هيها 1 سلايد واحد سلايد بالنسبة لاثنين، وأربعة سلايد بالنسبة لواحد، هاي 4 بالنسبة سلايد بالنسبة لواحد. حتى عندي الدرايفنج لينك اللي هي لينك 3 حتكون تدور تعمل كومبليت روتيشن، معناته هذه الدائرة اللينك 3 حتعمل ايش؟ دائرة. لو بتتبع حركة النقطة هذه البروجكشن تبعها حيكون طول اللينك 3 في كوساين الزاوية، طول اللينك في كوساين الزاوية، فمعناته حيكون حركة البروجكشن تاعت النقطة هذه حتكون سيمبل هارمونيك موشن كوساين، لأنها سيمبل هارمونيك موشن، هذا تسمى السكوتش يوك ميكانيزم، لأن السكوتش يوك ميكانيزم هذا بتعطيني complete rotation، هذا تعطيني إيش؟ sliding، تعطيني نعم ثلاثة بلف طبعا، ثلاثة بعمل complete rotation، حط مطور هاي لف بيكون يعمل complete rotation، يعني لا الماكسيم بوزيشن لا بطلعش مسار، الماكسيم بوزيشن حيكون هاي هذه هين، بيصير هذا مقدم، هذا المفروض يكون ايش؟ هذا المفروض يكون اطول من هذا، بينفعش يكون بالضبط زي هيك، فحيكون هذا حيصير هين الوضعيه الجديده تاعته، حيصير بالثواني بس حيصير اشي زي هيك، وهاي البلوك هاي البلوك جاي هيك بطلعش المصاري. طيب ماشي حلف حصير يسحبه لحد ما يصير حيسحبه على الجهة الثانية، حصير هاي one extreme وهاي another extreme، هاي البلوكين هاي، فهذه بتمثل ايش؟ الستروك الشوط تاع الميكانيزم. لا اللينك واحد طبعا، هذا التثبيت مش ضروري يكون هين، ممكن ازيحه زي ما بدي انا، لما اجي اعمل ديزاين ماشين في انيميشن حديتها برجك انيميشن له، على حال موجودة عندنا في المختبر، روح عند المهندس حسن وزايد، في عندنا دبل سلايد كرانك ميكانيزم شغلوها بتشوفوها على الطبيعة. روح على تحت المكتبة المهندس حسن أبو زايد. برضى في نفس المبنى هذا، مبنى المكتبة. الآن خليكم ركزوا على الحركة. الان انت طبعا مش على نفس المستوى، هذه فيها الروتيشن ممكن تكون وراها او قدامها، يعني ان بتوين بيكون عندك بيرنج وبيرنج، انك تحول حركه روتيشن لسلايدنج او العكس بنوع الحركه سيمبل هارمونيك. بعض الاحيان انا عندي بدي اعمل كام انواع الحركه في الكامات، احد انواع الحركه اللي هي سيمبل هارمونيك، عشان احصل سيمبل هارمونيك موشن بدي اعمل اللي هي سكوتش يوك ميكانيزم.
طيب في انفيرجن ثانيه المره اللي بنحكي عليها اللي هي الاولدهام كابلينج، يعطيكم العافيه.